لقاءات تسعى الفصائل الفلسطينية من خلالها في موسكو لرأب الصدع وإنهاء الانقسام، حيث بدأت تلك اللقاءات بمساعدي وزارة الخارجية الروسية وبعض المشرفين على الحوارات التي سوف تجرى بين كافة الفصائل. إلى موسكو وصل وفدا حماس وفتح، بالإضافة إلى وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، بدعوة من الخارجية الروسية للمشاركة في جولة الحوار الوطني الفلسطيني والحوار الفلسطيني الروسي. النقطة الرئيسية هي قضية الانقسام، باعتبار أن الانقسام هو العائق الذي يعطل بالنسبة لنا يعني كل إمكانيات التحرك الوطني الفلسطيني في مجابهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي. ووفقا لتصريحات حركة حماس، فإن الملفات المطروحة ستكون حول التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية والحصار المفروض على غزة، غير أن وفد حركة فتح ذكر أن مشاركته تهدف لبحث سبل إيجاد حلول للتصدي لما تعرف بصفقة القرن، فيما اعتبرت حركة حماس أن هذه التصريحات محاولة للالتفاف على الموضوع الرئيسي، وهو بحث سبل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية. احنا بنعتقد أنه إذا لم نكن قادرين الآن ولم تتوفر إرادة سياسية لدى قيادة حركة حماس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر عام 2017 وأيضا اتفاق الفصائل في 22 نوفمبر من ذات العام، أن نتوافق على الذهاب لانتخابات عامة في فلسطين نحتكم فيها إلى الشعب، نحتكم فيها إلى صناديق الاقتراع بديلا عن التراشق الإعلامي. ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في يومها الثاني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن يشهد اليوم الثالث من الحوار إعلان نتائج هذه اللقاءات.